فقه الواقع كما قال أخونا الظاهر. ليه أخونا الذكر هذا؟ لأنه العضو المؤسس كان يقول الواقع والواقع الواقع. وبعدين معك يعني ماذا تريد أن تقول؟ إن الدين ليس واقعا؟ يعني لما أتكلم بالبينات فيقول لي الواقع، أتكلم بالبينات فيقول لي الواقع، هذا يعني ألا جامع بين الدين والواقع. فلو كان الدين حكما على الواقع عنده لما اضطره أن يفرق بين الدين والواقع. ولكن هذول أبناء فقيه المقاصد، فقيه المآلات والموازنات، تعرفوه السامري فقه الواقع احنا تكلمنا عليه يعني اتمينا فقه الواقع. اخواننا اسمع، هذا اللي بيقول لك اسمعوا، اي عالم بين قوسين او ذي عمامه او ذي لفه يقول، اسمع يقول، فيقدم فقه الواقع، فقه المآلات، فقه الأولويات، فقه الموازنات، فاعلموا أنه يعقد عقد سحر، فاجعلوا أصابعكم في آذانكم واستغشوا ثيابكم واتبعوا المرسلين. أول ما يبدأ يقول فقه الواقع شيطان، إنما الواقع نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ورب العالمين. إن الدجال محكوم بنعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال ولا يعلم الواقع. يعني النبي بيقول لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، ويعلم علامة ينزل عيسى بن مريم، وماذا سيفعل عيسى بن مريم، وإلامة سيدعو عيسى بن مريم. ثم تحدثون نبيا كهذا النبي بفقه الواقع يا عور. سفهمتوا يا أخوانا؟ سمعتوا هذه العقد الأربعة؟ فقه المآلات، الموازنات، الأولويات، فقه الواقع شيطان. المسلم المؤمن الأمي يقول قال الله قال رسوله، ثم لا يكيل بكيل غير هذا، لا يعني. حدثتكم مرة عن عبد الله بن عمر، جاءه رجل قال ما علي في استقبال الحجر الأسود؟ يلزمني؟ فقال ابن عمر استقبل النبي عليه الصلاة والسلام الحجر وقبله. اسمع، قال أفرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ فقه الواقع. قال ابن عمر اجعل أرأيت في اليمن مثل ما تقول اليوم، اجعل أرأيت وراء الشمس. قبل النبي الحجر واستقبله، أين فقه الواقع؟ قال أبو هريرة وهو يعلم بعض المسلمين، كان في التلاميذ ابن عباس رضي الله عن الصاحبين، قال أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نتوضأ مما مست النار، هذا مسألة في الطعام والإبل. فقال ابن عباس أفنتوضأ من الحميم، يعني الماء الساخن اللي هو الحميم مسته النار، فإذا اغتسلت بماء حميم يلزمني بعده الوضوء؟ فقال أبو هريرة لكل هذه المكاييل ولفقه الواقع والمآلات ولمسيلمة والسامري وولدانه، قال يا ابن أخي إذا حدثتك بالحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. يعني ما قاله النبي لأبي رافع يوم الشاه، قال والذي نفسي بيده لو سكت، يعني اسكت. واضح اخوان؟